السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة الدروس بسيطة وسهلة وسريعة، هذه المرة مع درس أمني ويخص شرح لطريقة لتفادي أو حماية نفسك من تطبيقات التجسس والتتبع، والتي كثرت بعد الشروحات الكثيرة بخصوص هذا الشأن وبدون إعطاء طرق وحلول للحماية منها. في هذا الشرح سأقوم بشرح طريقة فعالة لحماية نفسك من هذه التطبيقات بشكل نهائي. أول شيء سأقوم بالشرح تطبيق من هذه التطبيقات، ويخص تطبيق تجسس لتتبع هاتف ومراقبة أي المستخدم بعمليات الاتصال التي يقوم بها، وكذلك الموقع الذي يتواجد به، كذلك SMS والأوديو وحتى المواقع التي يقوم بزيارتها. وبعد ذلك نقوم بالتطرق إلى تطبيق الأمن الذي يقوم بكسر أو إخفاء أو القضاء على هذه التطبيقات. أولا التطبيق الذي سنستخدمه هذا هو الهاتف، ثم التطبيق الذي سنستخدمه هو سيل تراكر. هذا هو التطبيق، سنقوم بعملية تنصيبه على الهاتف. كما تشاهدون هذه الخدمات التي يمكنه الوصول إليها وخدمات مهمة. أوكي، سنقوم بفتحه مباشرة من هنا. أول واجهة تظهر أنه يطلب منك موافقة على هذه الشروط. أوكي أجري. ثم بعد لحظات يقوم بأخذك لتنصيب تطبيق ثاني، وهذا التطبيق الخطير الذي لا يمر على لا يعلم به جوجل بلاي أو متجر جوجل بلاي، لأنه منشور بتطبيق سليم، ولكن تطبيق ثاني ليس سليم وتجسسي ويقوم بعمليات مخالفة لقواعد متجر جوجل بلاي. إذن فهمتم الفكرة كيف هذه التطبيقات يتم عرضها. في هذه الخطوة يطلب مني تفعيل السماح بالتطبيقات المجهولة. نعم، ثم بارامتر، قم بتفعيل هذا الجزء. أوكي، ثم انستال. الآن ماذا سيفعل؟ سيقوم بتنصيب تطبيق آخر ثاني، وهذا التطبيق لا يعرض لك أيقونة فوق سطح المكتب أو بالأحرى في المكان الذي يوجد به التطبيقات. أقوم بفتحه الآن. Open. الآن يطلب مني الذهاب. كما تشاهدون وصلنا إلى خطوة أخرى، وهي يطلب منك الدخول إلى حسابك في الموقع. هذا هو الموقع تراكر فون موبيل. بما أني قمت بفتح حساب فأقوم بإدخاله. قمت بإدخال المعلومات الخاصة بالحساب، ثم سويفي أو نيكست. الآن تم الدخول إلى الحساب. يطلب مني الذهاب إلى الموقع والدخول إلى حسابي والبدء في التجسس، فما علي إلا الدخول من الموقع من هذه الجهة. هنا يطلب مني نيكست، فلا أوافق على هذه الخطوة. انتهى عملية تنصيب التطبيق تجسس، وهذه الأيقونة الخاصة به في مع التطبيقات تظهر بشكل واضح. أولا سنقوم مثلا بتجربة إجراء مكالمة، لما لا إجراء مكالمة للتجسس عليها. سنقوم بإجراء مكالمة مثلا 8888. تجريب. أوكي، الآن ماذا سأقوم بفعله؟ وهو محاولة استعمال الانترنت. فقمت بعملية بحث عشوائية كما تشاهدون، فننتظر قليلا ثم عمل ريفرش في الموقع. هذه المعلومات في الحساب هي معلومات قديمة، سأقوم بحذفها بالذهاب إلى سيتينج، ثم هنا ديليت ديفايس، فبالضغط على هذا المكان add، فكتابة كلمة سر الحساب، ثم confirm deletion، ف
فيقوم بحذف المعلومات. الآن وصلت هذه المعلومات التي قمنا بعملها، وهذا الرقم الذي اتصلت به 8885 مرات، والدقيقة التي قمت بالعملية، وهذا الموقع الذي دخلت إليه جوجل، ثم بعده ريسيرش سامسونج وأخطأت في سامسونج، هذه نتيجة البحث. هذه معلومات، ويستغرق حوالي دقيقتين للوصول لإرسال المعلومات إلى حسابك الذي قمت بفتحه. الآن بعد نجرب طريقة أخرى، ماذا لو أردت إخفاء هذا الأيقونة، يعني أحذف هذا التطبيق فيظهر أنه تطبيق يمكن مشاهدته، ماذا لو قمت بحذفه من هنا مباشرة، ديزانستال، قم بحذف التطبيق. إذن التطبيق غير موجود في الهاتف ولا يوجد له أثر. سنجرب مرة أخرى الذهاب لعملية، نقوم بعملية بحث أخرى، مثلا نقوم بالدخول إلى موقع استفد، نقوم كذلك بإجراء مكالمة 112 لمكالمة الطوارئ، وسننتظر النتيجة في الموقع، رغم أننا قمنا كما قلت بحذف ذلك التطبيق، ونشاهد إن كان ما زال يرسل معلومات عن الهاتف. كذلك كما تشاهدون وصلت تلك المعلومات مرة أخرى، والمواقع التي قمت بزيارتها هذا هو موقع استفد، ظهر أنه قمت بزيارته في هذا الوقت، كما حدد الجي بي اس أو المكان الذي قمت باستعمال الزيارة منه، كذلك الرقم الذي اتصلت به، وهنا الأوديو، فالأوديو يمكنك الاستماع هنا. كذلك يعرض لك حتى حالة بطارية الهاتف 51%، معلومات كثيرة كما قلت ومتنوعة. إذن مثل هذه التطبيقات يوجد الكثير ومتنوعة وكثيرة ومتعددة على حسب كل تطبيق لديه خدماته وإمكانياته التي يقدمها. الآن نقوم بالمرور إلى أهم درس. كما شاهدتم حتى لو أن قمت بحذفه تماما، رغم ذلك بقي يرسل معلومات، كيف ذلك؟ إذن السر سنكتشفه في الشرح الثاني أو القسم الثاني لهذا الفيديو. قبل ذلك أدعوك إلى الاشتراك في القناة، من هنا اشترك وفعل هذا الجرس ليصلك كل جديد على الفيديوهات أو على القناة من فيديوهات وشروحات ولا غير ذلك. تجد في القناة الكثير من شروحات للأدوات وبرامج ومواقع مهمة ومفيدة يمكنك الاطلاع عليها. وإلى الشطر الثاني من الفيديو تابعه. نمر الآن إلى الطريقة حماية نفسك من هذه من التطبيقات التجسس والمراقبة والتتبع والتقفي الأثر وغيرها، كذلك بتطبيقات تقوم بهذا الدور. في هذا المثال نأخذ مثال هذا التطبيق، وهو اسمه أنتي سباي موبيل فري، هذه النسخة مجانية، وتوجد نسخة أخرى برو وهي بروفيشنال وغير مجانية، ثمنها حوالي 4 دولار، يمكنك الحصول عليها عبر التطبيقات التي توفر تطبيقات المدفوعة في الانترنت، ولكن هذا التطبيق المجاني يفي بالغرض ويوفر خدمة يمكنك الاعتماد عليها، وهي كشف التطبيقات التي تقوم بالتجسس عليك، فبالضغط عليه هذه الواجهة الخاصة بهذا التطبيق، فمباشرة تقوم بالضغط على لونسي ان سكان وستارت سكان أو عملية المسح، يقوم بعملية مسح سكان لجميع التطبيقات. كما تشاهدون حوالي 246 تطبيق منصب في هذا الجهاز، تطبيقات متنوعة وخاصة بالنظام الاندرويد وأخرى مضافة مثل الألعاب وغيرها. واكتشف الآن تطبيقين فيهم يشك أنهم خطيرين،
نقوم بالاطلاع عليهم. الأول وهو الذي يستعمله في عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر ومعروف جو كونكتر، فلا يهمنا هذا. أما الثاني الذي المختفي وهو الخاص ب تراكر سيل تراكر، يعني التطبيق الثاني الخاص به، فهذا هو اسمه، وهو تطبيق مجهول واسمه هو مختفي داخل النظام. فهذا التطبيق هو المسؤول عن إرسال تلك المعلومات. الآن ما علي إلا البحث عليه وحذفه. في هذه المرة اسمه ريموت سيرفيس، في المرة الأخرى القادمة ربما تجده سيرفيس كال أو ميموري كارد، فيختفي بأسماء متعددة لتجنب الوصول إليه وحذفه. فما علي الآن إلا الذهاب إلى بالذهاب إلى سيتينج، ثم أبليكيشن، ثم جيسيون دابليكاسيون. جميع التطبيقات تظهر في هذا المكان. الآن ما علي إلا البحث عن تلك الكلمة ريموت سيرفيس كما تشاهدون، وحجمه حوالي 13.25، وهذا التطبيق الخطير المختفي. فما علي إلا حذف كل ما يخص هذا التطبيق من بيانات من جذوره. أقوم بحذف البيانات من جذوره أو الاعتماد كذلك لما لا بتطبيقات حذف التطبيقات المستعصية. من هنا سبريمي مكان تواجده كليا، ثم توقيفه بالقوة، وفي الأخير عملية حذف التطبيق. الآن التطبيق غير موجود. يمكنني التأكد من ذلك بالعودة إلى ذلك التطبيق الذي يقوم بخدمة البحث عن تطبيقات تجسس وإعادة عملية سكان لمشاهدة النتيجة. في السابق كان 246 تطبيق، الآن 245 تطبيق. إذن اختفى ذلك التطبيق ولست معرض للتجسس من أي تطبيق. يمكنك حماية نفسك بهذا التطبيق الرائع. قلت أنه مجاني، أما المدفوع فلديه خصائص أخرى أفضل من هذه، فيمكنه حذف مباشرة ذلك التطبيق وتعطيله تماما. إذن إخوان كان هذا الدرس اليوم، الشرح البسيط والسريع، أتمنى أن يكون تستفيدوا منه. في الأخير إن لم تشترك في القناة دائما اشترك، وإلى الدرس القادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.